يعني انت تعتبر ان فما استهداف ومنهج للمحامين اليوم؟ مع عديد المحامين معناها اللي يتم ربما الاعتداء عليهم، ايضا فما اعتداء واضح ربما لمرسوم المحاماه، استهداف واضح ولمس واضح بحصانه المحامي المدستره تقريبا بالدستور. يعني تشوف انه ثم استهداف واضح خاصه لقطاع المحاماه كما يقول مالك؟ شوفوا، نحن كي نشوفوا القرارات اللي استهدفت النخبه نلقاو في طليعة النخبة اللي تم استهدافها هي المحامين. اليوم عندنا عميد سابق للمحامين موجود في الإقامة الجبرية، عندنا يوميا محامين يتعرضوا للاعتداء، شفنا البارح في شارع بورقيبة، شفنا اليوم بطاقة إيداع في حق الأستاذ مهدي زقروبة، ثم أيضا زملاء آخرين اللي معناها تمت إحالتهم على القضاء العسكري. فهذا كله بالطبع ماهوش مسألة اعتباطية، هذا في إطار خطة ممنهجة، في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب المحامين كخطوة أولى لنشر مناخ متاع رعب وإرهاب لتركيع الشعب التونسي وتذكيره بأنه السلطة الانقلابية هي اللي تتحكم في الأمور وماهيش باش تسمح حتى مناخ متاع حريات في البلاد، وهم مستعدون لضرب كل نفس حر في هذه البلاد كلفهم ما كلفهم. ولذلك بالطبيعة معناها عملية استهداف المحامين هي عمل ممنهج وخطة ممنهجة في إطار إطار تغول السلطة البوليسية أو الدولة البوليسية اللي قاعدين نشهدوا فيه يتنامى يوما بعد يوم. احنا تو عندنا دولة بوليسية تعتبر طبعا. رئيس الجمهورية يأكد اليوم بأنه هو الضامن لاحترام الحقوق والحريات، وأنه في عهده هو لا يتمس الحقوق والحريات، ويعتبر أنه ما صار، وإحنا شنجيهم تباعا معنا تقريبا كل الأحداث، ما صار هو تآمر من بعض الجهات اللي موجودة ما زالت في الدولة واللي هو متعهد ربما بالقضاء عليه. والله هي نفس الخطاب اللي كان يقول فيه بن علي، حتى بن علي كان يقول أنه هو ضامن للحقوق والحريات، وما ثماش خطاب كان يقوم به بن علي ما يذكرش فيه الحقوق والحريات، لكن بين الأقوال والأفعال ثم مسافة كبيرة برشا. نحن نحكم على سياسات رئيس الدولة ليس من خلال الأقوال وإنما من خلال الأفعال، من خلال المناخ نتاع الحريات اللي موجود في البلاد، من خلال المضايقات، من خلال الاعتقالات، التعسف اللي قاعدين نشوفوا فيه كل يوم. يعني كي تشوف البارح حصيلة يوم أمس فقط معناها صحفيين ومتظاهرين معناها يقوموا بوقفه نتاع شكري بالعيد، عندهم 8 سنين ما مسهم حتى حد وما كلمهم حتى حد. هل من المصادفه اليوم معناها امس يتم الاعتداء عليهم بتلك الصوره؟